طبعا دعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشكور على مناقشة روايتي، إصداري ما قبل الأخير الذي هو رواية الجنيس. رواية الجنيس تتحدث عن قضايا الهجرة بالدرجة الأولى، قضايا الاغتراب، لكن الهجرة بالدرجة الأولى من الضفتين، سواء كانت الهجرة المغربية أو الهجرة التي تمر عبر المغرب. طبعا من الهجرة إلى الاستقرار، إلى مرحلة الاستقرار في أوروبا وبالخصوص في إسبانيا، ومعاناة المهاجر بشكل عام مع هذا الاستقرار. يعني الوصول دائما لا يكون هو النجاة، وإنما بداية معاناة جديدة للمهاجر من أجل تسوية الوضعية القانونية، من أجل اندماج، من أجل الاستقرار، من أجل قضايا أخرى. يكتشف أحيانا على أن الغرب ليس هو ذلك، تلك الجنة التي يتصورها، وإنما كذلك به قوانين مجحفة في حق الإنسان. يكتشف على أنه يسمى بالمهاجر السري، فمتى كان الإنسان سريا؟ هذه هي خلاصة روايتي ما قبل الأخيرة، رواية الجنيس. إلى حد ما أنا ككاتب، طبعا هو خيال الكاتب، رواية خيال بالدرجة الأولى، لكن تمتح من الواقع، تمتح أحداثها، تمتح من أشياء ربما عشتها أو عايشتها أو سمعت عنها عن قرب.